زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد، كانوا لينا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي نور يديكوا الحياة في ميلاد نجم. 21 فبراير هو تاريخ ميلاد الفنانة المميزة سيرين عبد النور. بدأت حياتها الفنية كموديل في بعض الإعلانات، وبعدها شاركت في عرض أزياء للمصمم اللبناني زهير مراد، وكمان شاركت في كليب الفنان جورج وسوف كلام الناس. أما التمثيل بدأت من خلال ظهورها في بعض المسلسلات، وحصلت على أول بطولة حقيقية ليها من خلال مسلسل ابنتي، وأصدرت أول ألبوم غنائي ليها بعنوان ليلة من الليالي. وشهرتها الحقيقية في مصر والوطن العربي كانت من خلال فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مع الفنان الكبير محمد هنيدي. وبعد كده شاركت الفنان أحمد عز في الدراما المصرية من خلال مسلسل الأدهم. ومش بس كده، مثلت كمان قدام الفنان الراحل نور الشريف في فيلم المسافر، وتوالت أعمالها بعد كده في التلفزيون منها مسلسل روبي واللي حقق نجاح كبير. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول نجمتنا كل سنة وهي طيبة. استنونا بكرة في حلقة جديدة.